السلام عليكم خوتنا اصحابنا اللي فان ديال هذه المذكوري، كيقول لكم عواشركم بروكا ورمضان مبارك سعيد، يدخل لكم الصحه والسلامه، وشكرا للقنوات اللي جاو عندنا، حسن لينا الشرف تكونوا حاضرين معنا، وتحيه لكم. سعيد المذكوري، انتم كنعرفوكم ديما في رمضان، ديما الانشطه ديالكم وديما الحمد لله كتفرح الشعب المغربي، وكتفرح حتى كنقولوا داك لي فان ديالك كلشي كيحبك. اشنو السر في هادشي؟ السر هو النجاح، وبنادم يكون قلبه زوين كيمشي لواحد الطريق زوينه. حنا كيف ما بحال الناس كنساليو الفطور ديالنا، كنمشيو للتراويح حتى نصليو على داك الشيء اللي قسم الله ديال التراويح ديالنا، كنساليو كنجيو نخدموا، هذه خدمتنا، ما يمكنش كي فطار كي رمضان كي كنجيو نخدموا. وعندنا محلات زوينين اللي كنخدموا فيهم هنا في المدينه، منهم هذا اللي فيه طيل زمان، شكرا لخويا سيمون، الاخوه اللي حاضرين معنا الفيادر كاملين خوتنا، كنساليو كنمشيو لعين الدياب، هذا هو اللي كاين. ايضا صلحنا سي سعيد المذكوري، مؤخرا كانت واحد الضجه اعلاميه كبيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك يوتيوب الى اخره، شنو السر الدرجه الاولى؟ السر الدرجه الاولى هو النجاح. بنادم ملي كيبغي يوصل لشي حاجه راه كيوصل ليها، راه الشهاد غادي توصل، راه الحمد لله كنلوحوا اغاني زوينين اللي كيعبر عليهم الجمهور، ماشي شي حاجه اللي كتضر الناس، بالعكس حنا كندخلوا الفرحه على الناس، كندخلوا الفرحه زوينه، كنوصل لهم واحد الميساج زوين، والحمد لله راك شتي الاقبال ديال الاغنيات اللي كنخرج تبارك الله، راه كنلوح اغنيه كضرب 8 المليون 10 المليون، راه ماشي ساهله باش تجيبها بلا حتى شي حاجه. هذا هو الموازين، كاين مره في العام وانت ديما عندك الحمد لله موازين، يعني موزون اخلاقيا وموزون حتى الله يبارك فيه. هذا لا هذا كان ماشي كلام ديالي، هذا كلام ديال المتتبعين ديال الاغنيه الشعبيه كتنقرض، ولكن انتم كشباب حاولتوا تشدوها، خديتوا السمه ديالكم ك يعني الفنان ديال الكبير الساتي، وانتم مشيتوا في هذا المسار هذا. تحيه لعبد العزيز الساتي من هذا المنبر، شكرا ليه بزاف، استاذ وفنان كبير تبارك الله، وكاين فنان كبار تبارك الله في المستوى، وكاين وليدات اللي زوينين تبارك الله طالعين منهم دراري بزاف الحمد لله. اغنيه الشعبيه يعني كاين الخليفه ديال الفنانه كاملين، كاين اصوات جميله، كاين ناس كتغني شي حاجه زوينه، وكاين البديل كيف كنقولوا، داك الشيء زوين. عندي واحد السؤال خاص سي عادل، الاغنيه ديال شيري حققت واحد نسبه مشاهده عالميه، لما لا في داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، شنو السر ديال شيري ويا شيري، وكيفاش جات الفكره والكتابه؟ تكلمنا على هاد هذيك الاغنيه شيري يا شيري، موضوع اجتماعي راه كاين الواحد دابا، حنا كنمشيو في واحد الوقت كتلقى شي بنت مع شي واحد، وفهمتي كاين الناس اللي كيقول لي هذيك ما بغيتهاش، يعني كنقول يقولوا اللي يقولوا هي ساكنه في الكبده. هذيك الاغنيه لقات نجاح ومشات زوينه تبارك الله، راه حنا ما خلينا حتى بلاصه في اوروبا بهذيك الاغنيه. نعم. اما مشيت لبلجيكا غنيت فيها، فرنسا، طاليان، مدريد، مشيت على قبل هذه الاغنيه هذه، وداز هذاك الشيء زوين. المغاربه المقيمين بالخارج. ايطاليا تحيه لهم، كاع الناس ديال اوروبا الجاليه تحيه لهم، تحيه للمغاربه في المكان، تحيات. سي عادل بغيت نقول لك، هو من خلال دابا هذه السهرات ديالك، واش عندكم شي جوله من بعد رمضان داخل التراب المغربي خارج التراب المغربي؟ لا عندي جولات في خارج المغرب، عندي في اوروبا، عندي دابا التزامات شاد لافونس مع الناس، عاطيني لي دات، عاطيني مقطع ليا البي كلشي، وكاين سهرات انا في المغرب، راه جوهره كنطلع ليها في الجوهره ديال جديده ديال كازا امم المتحده، كاع المهرجانات الزوينه. حنا غادي نشوف غادي ندقه دقه، الا بغيتي تمشي مزيان خاصك تمشي في جنب الحي دقه دقه تتلقى داك الشيء اللي بغيتي. هذه رساله للناس اللي تاقوا فيك، الناس اللي كيبغيو، الناس اللي امنوا بك النهار الاول قبل ما تنجح، وهذا رساله اليوم. شوف الناس كنقول لهم تحيه لكم، عاد خوكم عادل المذكوري وديما الجديد، وكنبغيكم وثيقوا فيا، وداك الشيء اللي كنغنيو راه زوين في المستوى، راه هما الحكام، ما نقدر نقول لهم انا والو، راه الجمهور هو الرباط، هذا هو اللي كاين. غادي نشكرك في هذا النهار. لا لا يخطيك، وشكرا لكم، شرف لينا تكونوا عندنا. غادي نختموا معك، عطينا شي موال وشي اغنيه تكون هذه. ياه 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 يا خويا الوحشه. شوف يقولوا اللي يقولوا، يا هي ساكنه في الكبده، يا كل كيال عنده فولوم، نقول اليوم وغداها، يا شيري يا شيري يا سي وحده. تحيه لكم وشكرا هذه هديه لكم. لا تنسى الاشتراك بقناتنا بلاغ تي في دائما في قلب الحدث.